ونقله بنتك بقى يا عم انوش، عرفت تضرب وشين بويا على وشها وتبقى زي عروسة المولد؟ نقله بنتك يا عم انوش وبنت المنطقة كلها، بقت تعرف تقصر الفستان. انا نازلة يا بابا. سلام. استنى هنا، راح فين يا بت؟ بت انت شكلك اتجننت خالص يا مصطفى. ما يصحش كده يا بنتي، ده ضيف عندنا برضه. اسكت انت خالص. حاضر. ده بدل ما تطرد المجنون ده. مجنون، هي دي الكلمة اللي أنا مستنيها، شهادة أعتز بيها طبعا، وسام على صدري طبعا يا ابني. والمجنون بقى عم أنوش يلزمه إيه؟ إيه يا ابني؟ حاجة يتجنن عليها طبعا يا ابني. ما المجنون يلزمه حاجة يتجنن عليها. أنت عايز إيه؟ عايزك تخش تغير الفستان وترجع لشخصية نهلة اللي أنا أعرفها ومربيها من زمان، وتشيل البوية اللي على وشك دي. مش هيحصل. لا هيحصل، مش بمزاجك. وأنا قلتلك المرة اللي فاتت، المرة دي فيها كسر ايد ورجل.